مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنصاوب معكم واحد الحسوة مصيبة بالبولة بلدية بالاعشاب. كاينه هذا الباكية، هذه تيصوبوها التعاونيات، هذه تعاونيات الفرح، فيها بزاف ديال المكونات كما كتشوفوا هنايا. فيها الذره، البلبوله بلديه، فيها السانوج او الحبه السوداء، فيها زريعه الكتان، و واش سميت هذاك الصغيره، حب رشاد. حب رشاد ديما تقول لي. وفيها حب رشاد، وكاين هذا النوع هذا حتى هو، هذه نص كيلو، هذه كيلو، هذه زايده فيها الذره. ها هما المكونات اللي كاينين: بلبوله بلديه، طره بلديه، شوفان يعني الخرطال، السانوج، حب رشاد، عدس الاحمر، وزريعه الكتان، والنافع، والكرويه. اذا بقوا معنا باش تشوفوا طريقه التحضير. المهم خدينا هنايا زلافه، هي اللي غادي نطيبوا دابا ان شاء الله. وكنحتاجوا لجوج بصلات. اذا عندنا هنايا شويه ديال الجنجلان، حتى هو كنضيفوه الجنجلان، وعندنا هنايا شويه ديال حب رشاد بغينا نضيفو، حيت كاين غير شويه ديال حب رشاد في البلبوله، وفيها تا النافع. اذا نحتاجو واحد جوج بصلات صغيورين غنحكوهم، وكذلك واحد الثومه. اذا خدينا هنايا الكوكوط، درنا فيها الماء خليناه تيغلي شويه، مع شويه ديال زيت العود والملحه، وغنحكو فيه دابا الثومه كما كتشوفوا، وغنحكو فيه هاد البصيله، جوج بصلات صغار، واما ديروا بصله كبيره على حسب شنو عندكم. كتجي لذيذه وصحيه، تشربوها في الليل وكذلك في الصباح، وما كنديروش فيها الحليب، كتكون بلا حليب، نديرو فيها غير زيت العود، زيت البلديه. اذا بقوا معنا باش تشوفوا المقادير اللي غنديرو او التوابل. اذا كنضيفوا شويه ديال الملحه. نذكركم بالاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وخليو لنا اللايكات ديالكم والتعليقات. غنضيفوا واحد شويه ديال البزار على حسب الذوق ديالكم، واش كتبغيو تكون حاره شويه ولا لا. اذا بعد ما حكينا جوج بصلات والثومه، دابا غادي نضيفوا حب رشاد. الا كنتو زربانين راه كتسدو عليها، الا ما كنتوش زربانين كتخليوها طيب على خاطرها، وخاص ضروري تنقصوا عليها البوطه لانها تقدر تفيض لكم، حيت البلبوله معروفه كتفيض، خاصكم تسدو عليها مزيان. الا ما كنتو الا ما كنتوش زربانين تقدروا تخليوها غير بشويه تطيب على خاطرها. والان غادي نضيفوا الجنجلان. ثم الان غادي نضيفوا زلافه ديال البلبوله، ونخلط البلبوله مع الذره والشعير. كنبقاو نكبو شويه بشويه، ومع التحرك ضروري نحركو باش ما تكورش لينا. الان غنزيدو معلقه صغيره من النافع لي باش تحيد الغازات من البطن، وغادي نحركو. ودابا غادي نسدو عليها ونقصو عليها البوطه، نخليوها طيب على خطره. اذا بقاو معنا ان شاء الله باش نرجعو لكم تشوفوا الشكل النهائي ديالها. نضيفو لها شويه ديال الماء دابا، نبدا نسدو عليها دابا نسمع، ونرجع لكم ان شاء الله ما تطيب لينا الحسوه. بقاو معنا.
إذا المشاهدين الكرام وصلنا لنهاية الفيديو، هذا هو الشكل النهائي ديال الحشوة ديال اليوم. غادي نضيفوا لها زعتر من الفوق، حكيناه باليد، حكوه باليد ديالكم، وغنضيفوا لها كذلك زيت زيتون. وراه زيت زيتون مهم بزاف في الحشوة، راه مضاد للأكسدة وصحي. وكنقدمها لكم بالصحة والراحة، نتمنى تعجبكم إن شاء الله. خليونا التعليقات ديالكم، وما تبخلوش علينا بلي لايك والاشتراك. إلى اللقاء، نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.